75 قناة أنفاس باريس حنا الآن تتواجدوا في مقر ولاية الدار البيضاء الكبرى. المناسبة هي انتخاب عمدة مدينة الدار البيضاء الجديد. منتخب مدينة الدار البيضاء اختاروا العمدة نبيلة رميلي من أجل تحمل مسؤولية تسيير مجلس جماعة الدار البيضاء على مدة 5 سنوات المقبلة. من نبيلة رميلي تنتمي إلى حزب التجمع الأحرار، وأيضا تم انتخاب أعضاء المكتب المسير لهذا المجلس. هذا أجي نشوفوا أش وقع بالضبط في إطار المناصفة والإنصاف. ما كاينش حتى إشكال أن المرأة هي طالعة بهذا الدور الريادي، ونتمنوا أنها تحقق أفضل مما لم يحققه الرجال. المأمورية غتكون صعيبة على المكتب المسير الحالي لمدينة الدار البيضاء، على اعتبار أن هناك مجموعة من المشاريع متوقفة. واش تعتقد بأن هذا المجلس غيعالج بعض الفوات اللي كانت في المجالس السابقة؟ كنعتقد انه ان شاء الله غادي يلمم هذوك النواقص اللي كانت حاصله، وغيسرع الوتيره ديال انجاز البرامج. المجلس السابق ماشي ما خدمش، ولكن كانت الوتيره ديال الانجاز بطيئه وواطئه جدا. الاول باش ان المكتب الحالي ياخذ قرار ديال تسريع الوتيره ديال انجاز المشاريع، وخرج مشاريع اخرى اللي هي كتستجب للتطلعات ورغبات الساكنه البيضاويه. لا بالاسئله ما تعرفش الدار البيضاء، وهذه أول تجربة إن شاء الله نتمنوا لها النجاح. وكنظن حزب التجمع الوطني الأحرار كما جاء السيد الرئيس نهار الأول ونادى بالتغيير، فكنظن أنه أحدث التغيير على جميع المستويات. كنشوفوا أنه أكثر من 40% ديال اللي خداو المسؤوليات على مستوى الجماعات في التراب المغربي كله شباب، يعني كيخل السن ديالهم من 40 سنة. وكنظن انه كتشوفوا انه جوج العموديات كبار اللي حظينا بهم في الحزب ديال التجمع الوطني الحرار اللي هما الرباط والدار البيضاء كانوا من نصيب النساء، فبالتالي كنظن انه احنا بجانبهم وغادي نخدموا معاهم. الناس اللي عندهم تجربه ولا الناس الجدد ولا الشباب غادي نكونوا بجانب العمده ديالنا اللي هي كتمثل المرأة المغربيه، وغتكون ان شاء الله مكلله بالنجاح.